شخص له حظوظ، مين أكثر شخص ممكن تنطبق عليه المواصفات، مين ممكن أكثر شخص يقدر يحاور السوريين في قضية أزمة اللاجئين، في قضية إعادة العلاقات مع سوريا، مين ممكن يحاور السعوديين، ممكن مين ممكن يحاور الفرنسيين كرمال شو اسمه المصالح الاقتصادية، مين ممكن يحاور الغرب. نعم. طب مين بدي واحد بيتوافقوا عليه أكبر عدد من اللبنانيين لحتى يعود يقلع هذا البلد، مين هو؟ سمي لي حدا غير سليمان الفرنجية. سليمان الفرنجية هو الذي هيك بقى يحوز أعلى المواصفات، طبيعي طبيعي، هو يعني يستطيع أن يعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان، يعني أنا ما يحظى بدعم غربي. شوفه هلا عم بقول انا حاليا من يستطيع ان يتواصل مع الجميع هو سليمان الفرنجي. هلا بتقولي لي حل المشاكل اللبنانيه لمين؟ مين قدر يحلها؟ لا حكومات ولا رئيس رؤساء جمهوريات ولا من يحزنون، موضوع اعقد من ذلك بكثير. خلينا نكون واقعيين، نحن اليوم بازمه ترتبط بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية حتى يعاد التوازن السياسي والاجتماعي والأمن إلى البلد. مين هو هذا الشخص؟ خلينا نروح نفتش على شخص يكون مقبول من الجميع وما يستفز الجميع ويقدر يهدي الوضع شوي، وهذا هو اللي عم ينحكى فيه حاليا. إذن أنتم تقرؤون بزيارة السفير البخاري جولته من بعد عودته من المملكة إشارة إيجابية والسماح بانتخاب سليمان الفرنجية، هيك تقرؤونها؟ لا شك لا شك أنه بهذه الجولة عم يبعث السفير البخاري رسالة جديدة للقوى الحليفة للسعوديين أن السعودية لا تمانع بالحد الأدنى، لا تمانع من وصول سليمان الفرنجية إلى سدة الرئاسة. أكيد هذا حيعمل صدمة عند القوات وعند عند الآخرين، وبالتالي حيرفعوا سقف تشددهم وتصلبهم لألا يصل سليمان الفرنجية. ولكن أنا بقول اللعبة والتسوية أكبر من هؤلاء الذين يمكن أن يعطلوا في مكان ما. وأنا بتقديري يعني يمكن القوات اللبنانية عندها قدرة للتخريب. تخريب؟ إيه عندها قدرة للتخريب. كيف يعني؟ يعني شو بتعمل يعني قصدك؟ أنه كيف تؤخر الوصول إلى تسوية، بس هذا الشيء يعني ما حيفيد اليوم إذا صار في توافق دولي إقليمي. نعم. على موضوع الاستحقاق الرئاسي بتصور أنا بعض القوى المحلية بتروح فرق عملة. أنا عم أقول اقتنصوا هذه الفرصة، ما تكونوا خارج هذه التسوية، حاولوا أنه تكونوا فاعلين في هذه التسوية من دون تخريب من دون تشويش، لأنه مصلحة البلد لازم تكون أعلى من مصالح الطوائف ومن مصالح بعض القوى الحزبية. إذا سليمان إذا بعض الأشخاص بدهم يخربوا، نعم هذا الأمر لن يطول. لأنه مين بعض الأشخاص يعني؟ قصدك أنه سمير جعجع وجبران بسير وسامي الجميل لا شوفي مين اذا بدهم يخربوا ننتبهوا اذا بدهم جبران بسيل جبران بسيل يعترض ولكن عقله عقل وطني. جبران بسيل يريد ان يوصل وهذا حقه مرشح قريب منه الى سده الرئاسه، ربما يجد الان انه هو صاحب كتله كبيره ومن حقه ان يكون فاعل في هذه التسويه. المشكلة حاليا في إقناعه بالدخول في هذه التسوية، لكن من يخرب سمير جعجع يخرب. كيف؟ أنا بعتقد سمير هو فيلسوف التخريب بلبنان. كيف؟ يعني أنا حابة أعرف مايسترو التخريب في لبنان. كيف؟ جربنا. لا قصدي حدا بالحرب الأهلية جربنا. هلأ كيف؟ يعني بس أعطيني سابقا جربنا وبالطيوني جربنا. بس هلأ كيف؟ وبملفات كتير جربنا. هلأ كيف عم بتقول إنه القوات بدها تخرب؟ كيف؟ يعني ما بتحضر. سنتين ونص حزب الله لم يحضر جلسات مجلس النواب، هل كان يخرب؟ لا شوفي واحد مرة بيكون عنده نية أن يعطل الاستحقاق الرئاسي وأنه يخربه ويفجره، وواحد تاني عم بيفاوض ولكن طالت المفاوضات من أجل الوصول إلى نتيجة. أنا برأيي حزب الله هو من يعمل على تقريب يوم السلام الرئاسي، بينما سمير جعجع يعمل على
تأجيل أو إبعاد يوم السلام الرئاسي. أنا هذا تقديري.